بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني الكرام، أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نتمنى الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير. معكم جمال كالعادة في عقر جديد، أهلا وسهلا بكم جميعا. صلوا على الكريم. إخواني الكرام، هذا الدار اللي كنصور لكم دابا يعني خصها إصلاح، خصها إصلاح بزاف ماشي غير شوية. كتواجد السيكتور 7 قرية ديال ولاد موسى مدينة سبعة. حتى الطاكسيات ديال سيكتور 7 كتدخل على اليمين، الشارع اللي داخل تجاري على اليمين قريبة البنك الشعبي. دار المساحة ديالها كتراوح يعني بين 476 متر كاري، 76 متر كاري. كما كتلاحظوا عندها كراج وعندها سفلي وفوقي راه حتى هو قريب يتفينا. ثمن اخواني الكرام غتلقاوه مكتوب على الوصف ديال الفيديو، قابل للتفاوض مع صاحب العقار. انا لا اناقش ما لا املك، ما تدخلش معايا في التفاصيل ديال النقاش ديال الثمن، الثمن كيبقى مع صاحب العقار. الوضعيه القانونيه ديالها اخواني الكرام ملكيه، يعني الوضعيه القانونيه ديالها ملكيه مكتبه عند العدل. الزنقه هي هذيك كما كتلاحظوا اخواني الكرام. نتمنى الله التوفيق للجميع، واهلا وسهلا بكم. Thank you.
ما نقول السبب ليش؟ قالوا بخارج ساعة ممكن البيع والشراء. أنا لما شوفنا بينه وبينه كنا ما عندنا. وهم ده عندنا فيه وهم فيه إحنا قطعنا السبب ليتين وما نشوف الشراء. لا 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 ل